صباح الخير يا شباب الفرقة الثالثة والمحاضرة رقم 8 المفروض بارت 1 أو 9، مش يعني عشان اللخبطة بتاعت اليوم الأجازة، فهنشوف الأرينجمنت بتاع المحاضرة دي هيبقى إيه. هنتكلم النهاردة عن التاكس أون سالاري، الضريبة على الأجور والمرتبات وما في حكمها، يعني and the like. تمام، لما هاجي دلوقتي أتكلم عن أي تاكس في الدنيا بتفرض على البروفيت، البروفيت اللي هو اتفقنا الفرق ما بين الريفينيو اند ديدكشنز أو اكسبنسز، بس من وجهة نظر مين؟ من وجهة نظر التاكس أوفيس. تمام، والتاكس اون سالري ده يعتبر سورس من الانكم، واحنا بندرس الضريبه على الانكم تاكس، صح كده؟ فاتكلمنا على النون كوميرشال وهنتكلم على التاكس اون سالاريز اند ذا لايك. طيب، زي ما فهمنا ان في اي ضريبه احنا بنتكلم على الضريبه دي تاكس ويل بي امبوز اون ذا نت بروفيت، يبقى احنا لازم نمسك النت بروفيت ونحلله. يبقى نمسك اول جزء فيه اللي هو الريفينيو، تاكس بالريفينيو، وتاني جزء هنمسك اللي هو الديدكشن. الضريبه دي مختلفه شويه، ان انا بحط كل انواع الريفينيو سواء سبجكت او نوت سبجكت للتاكس، وبعد كده بعمل منها ديدكشن او ايه، بشيل الاكزامشن كل حاجه غير التاكس اون نون كوميرشال. كنت بس بحط الايرادات القطعه للضريبه، لا هنا انت بتحط كل مصادر الدخل وبعدين تبتدي تعمل ماينس منها للايه؟ للديدكشن زي ما هنشوف. يبقى انا لازم قبل ما ابدا ابقى عارف ال revenues وبعدين الديدكشن. طيب، لما هاجي دلوقتي اتكلم على التاكس اون سالاريز اند ذا لايك، هاجي اتكلم على الـ source of revenue. الـ source of revenue عندي 3 sources of revenues بالنسبة للـ salaries and the like. ايه هم؟ يبقى احنا هنتكلم الاول على الجزء بتاع tax and revenue، بعد كده المحاضرة اللي جاية ان شاء الله نمسك الـ allowable deductions ونحل على الموضوع ده. الـ chapter ده ليه 3 بورتس، 3 اجزاء، وهم اللي ايه اللي هناخدهم ان شاء الله على مدار الثلاث محاضرات الجايين باذن الله. طيب، لما هاجي دلوقتي اتكلم على سالري اند ذا لايك، يعني ايه؟ انا دلوقتي موظف، سواء الموظف ده بيشتغل في جوفرمنت سيكتور او برايفت سيكتور بياخد سالري. السالري ده سبجكت للتاكس. ايه هي السالري؟ السالري هي الاماونت ريسيفد باي ان امبلوي، يا اما بيريودكلي وبايد باي ده ايه ده. تمام، بايد باي ذا امبلوير مش امبلوي. تمام، طيب يبقى تعريف السالري او الباي او وات ايفر هو الاماونت ريسيفد بصفه بيريودكلي، لازم بصفه كونتينيوسلي. تمام، و which is employee compensation، تعويض للامبلوي for the work main source of revenue for this subject. ده المين سورس بتاع الضريبه دي. تمام، وده التعويض اللي انا باخده كموظف نتيجه ان انا بشتغل عند الامبلوي. طيب، احنا بنتكلم على مصادر الدخل، يبقى احنا بنتكلم على ايه؟ salary and the like. اول حاجه salary pay and wage. طب ايه الحاجات برضه اللي تعتبر زي السالري؟ الريمينريشن اللي هي الريورد، المكافآت، اكسترا وركينج اورز، بونس، تيتشنج ريورد، تريننج، سوبرفيجن ريورد، المكافآت دي برضه تعتبر في حكم السالري. اول الريورد سبجكت تو تاكس اكسبت فور الريورد فور ليفنج سيرفيس اللي هي مكافأة نهاية الخدمة والبنشن فوند والمعاش، دول اللي نوت سبجكت للتاكس اون سالري. يبقى الضريبة دي الريفينيو هنقسمه لثلاث مصادر: سالري اند لايك، كاش بنفيت، ان كايند بنفيت. كل دي حاجات بيحصل عليها الموظف. احنا بنتكلم عن اول حاجه اللي هو السالري اند ذا لايك. ايه الحاجات اللي يعتبر السالري والذا لايك، يعني اللي شبه السالري؟ يبقى نمبر 1 سالري باي اند باي، these are the amount received by employee for the work paid للامبلوير.
ولازم تبقى received periodically عشان نطلق عليها اي concept salary. طيب remuneration اللي هي مكافآت زي ال extra working hours, زي ال bonus, teaching reward, training and supervision. All the rewards are subject to tax except leaving a service reward. طيب pension, المعاش. ال pension هو ال amount paid to employee periodically after leaving a service. They're not subject to tax on salary. Like salary, the amount received periodically, right? Like salary, يعني زي مثلا الموظفين بتوع الفنادق زي بياخدوا amount بصفة دورية زي التبس ويسموه الصندوق زي الناس اللي في الكافيتيريا. طالما received periodically تبقى like salary بالظبط وايه ويدفع عنها ضريبة. تمام؟ تاني مصدر للدخل للضريبة دي هو ال الكاش بالانس. يبقى احنا لازم نفرق ما بين ال salary وايه يا شباب؟ والكاش بالانس. كاش بالانس هي ايه؟ الكاش بالانس انا اسف السالري هو ايه؟ قلنا الاماونت ريسيفد بيريودكلي. طب الكاش بنفيت اماونت ريسيفد برضو بالموظف بس ايه بقى يا شباب؟ ايوه تمام بس نوت ريسيفد اون بيريودك بيزس يعني مش بستلمها بصفه ايه؟ دوريه. يبقى دي اسمها ايه؟ كاش بنفيت. طيب لو الاماونت ريسيفد باي انتري ان سيرتن اوكيزن مثلا تمام يبقى يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها كاش بالانس. طيب والمصدر بتاعها مش شرط يبقى من الامبلوير. احنا قلنا السالري لازم السورس بتاعه يبقى من الامبلوير. لا الكاش بنفيت مش لازم المصدر بتاعها يبقى من الامبلوير. يعني ممكن الموظف يحصل عليها من نتيجه تعاملات الامبلوير مع جهه ثانيه. تمام. طيب لما اجي اتكلم دلوقتي على يا شباب لما اجي اتكلم على الكاش بنفيت دي نوعين اتقسمت لنوعين. ايه هما النوعين؟ اول نوع تاكس بالكاش بنفيت. تاكس بالكاش بنفيت وتاني نوع untaxable cash benefit. يعني بصش الموضوع سهل. الكاش بنفيت انا كموظف هحصل على نوعين من الكاش بنفيت. انا واخد فلوس دلوقتي ككاش بنفيت تمام ليا انا اللي هستفيد بيها for the benefit of the employee. طالما انا اللي استفدت بيها وهنشوف زي ايه دلوقتي زي بونس مثلا زي زي اكسترا وركينج اورز وات ايفر. يعني طالما انت اللي هتستفيد بيها كموظف يبقى ال بنفيت سبجكت تو تاكس. وان تاكس بالكاش بنفيت يعني انا واخد الكاش بنفيت دي فور ذا بنفيت للايه؟ تو مينتين الورك بروبرلي. يعني للشغل. يعني مثلا اجيب لبس للشغل اصرف مواصلات للشغل. تمام. يبقى ده ايه؟ ده انتاكسبل لان الفلوس دي متاخده تو بي اكسباندد. انا واخدها عشان اصرفها مش واخدها لنفسي مش واخدها استفيد بيها. فالقانون قال طالما الكاش بنفيت دي للموظف تو بي بنفيت لنفسه يعني for the a favor للإمبلوي نفسه يبقى it will be subject to tax. وطالما الكاش بنفيت دي للموظف to be expended للورك to perform the work properly يبقى التاكس يبقى الكاش بنفيت will be exempted او untaxed. اتفقنا؟ تعالوا نشوف كده مع بعض امثله على التاكس بالكاش بنفيت وامثله على الانتاكس بالكاش بنفيت. التاكسبل كاش بنفيت if the purpose was to grant personal benefit to the employee يبقى so it shall be treated as salary so it will be subject to tax. زي الانسنتيف الحوافز.
amount received in return or increased production، زودت الإنتاجية، زودت المبيعات، أخدت إيه؟ incentive، يبقى subject to إيه؟ subject to tax. زي commission subject to tax، زي overtime subject to tax. كل دي cash benefits بيحصل عليها الموظف نتيجة extra working، حوافز زيادة، يبقى دي للمصلحة بتاعة الموظف نفسه، يبقى it will be subject to tax. زي ال taxes paid by the employer on behalf of employees، أي حاجة ال employer هيدفعها بالنيابة عني، يعني أنا كان المفروض أدفعها بس ال employer هو اللي هيدفعها لي، يبقى it will be subject to tax، كأنها cash benefit بالظبط. طيب ال allowance بدلات، زي work nature allowance، يعني بدل طبيعة عمل. أنا مثلا دكتور في القاهرة بقبض 3000 جنيه، لا اللي في الصعيد والوادي مثلا ياخد 4 5، ليه؟ في بدل طبيعة عمل. الضابط مثلا اللي في القاهرة غير اللي في سينا، لا مرتب سينا أعلى، ليه؟ في بدل طبيعة عمل وانتقال تمام كده. يبقى طالما البدلات دي طالما للمصلحة بتاعت الموظف نفسه، يبقى it will be subject to ايه؟ to tax. طيب يبقى احنا كده خلي بالك، احنا هنا بنقول ايه؟ احنا بنقول كل ال sources of income للراجل اللي عنده salary، مش بنقول ايه اللي هيتعفي وايه اللي مش هيتعفي دلوقتي. ليه؟ لان احنا اتفقنا ان الضريبة دي لسه بنحط كل مصادر الدخل وبعدين نبتدي نعمل منها ماينس الايه؟ للاعفاءات او كده، تمام؟ طيب يبقى احنا بنتكلم على الكاش بنفيت، قلنا الكاش بنفيت هي ايه؟ هي الاماونت ريسيفد بس نوت ايه بيريودكلي. زي ايه امثال عليها؟ قلنا الكاش بنفيت دي نوعين، يا اما سبجكت تو تاكس يا اما نوت سبجكت تو تاكس. سبجكت تو تاكس لو للاستفاده للموظف نفسه، صح كده؟ طيب زي ايه امثال عليها؟ يلا قولوا لي يا شباب زي ايه؟ تمام نمسكهم تاني. زي الانسنتف، يعني انسنتف اللي هي الحوافز زي البرودكشن انسنتف مثلا، زي السيلز كوميشن، زي الجرانت الاوفر تايم، المنح والاوفر تايم، صح كده؟ طيب زي الـ taxes paid on behalf، زي الـ allowance اللي هي work nature allowance and so on، تمام؟ تاني حاجة هنتكلم عليها هي الـ untaxable cash benefit. untaxable cash benefit هي ايه يا شباب؟ قلنا فلوس بيحصل عليها الموظف برضه، تمام؟ بس ايوه الفلوس دي هتتصرف للشغل. طالما الفلوس دي هتتصرف للشغل، يبقى ده معناه ان الكاش بنفيت دي مالها؟ untaxable. ليه untaxable؟ لان انا يا شباب واخد الفلوس دي علشان اصرفها مش عشان استفيد بيها، صح كده؟ طيب فهاجي دلوقتي واقول لكم ايه يا شباب؟ اقول لكم تعالوا ناخد امثله على ال untaxable cash benefit. اول حاجه ال allowance. ايه ده مش في allowance فوق؟ بس ال allowance اللي فوق اللي استفادت الموظف زي ال work nature allowance and so on. بص بقى ال allowance ده ايه؟ ده ال allowance paid to ال employees which are necessary for them to perform their work properly، زي transportation allowance، travel allowance، food allowance، clothing allowance، household allowance. كل ده انا واخده ليه؟ عشان اصرفه، سواء سافرت للشغل جبت اكل ادوني مثلا 20 جنيه 50 جنيه في اليوم، قال لي ده فود الاونس ترانسبورتيشن الاونس، يبقى الحاجات دي مالها؟ انا واخدها عشان اصرفها مش واخدها للاستفاده بتاعتي، صح كلام؟ يبقى طالما الفلوس دي انا واخدها علشان هتتصرف، يبقى دي القانون قال لي ان التاكس والكاش بنفيت دي ويل نوت بي سبجكت تو تاكس. طيب ايه تاني؟ الشير ان بروفيت. يعني ايه شير ان بروفيت؟ المكافأة اللي بتيجي آخر السنة للموظف، سواء مثلا في البنك بيبقى فيه profit share. إيه profit share ده؟ جزء من أرباح الشركة اللي بتحققها
القانون بيجبرها ان هي توزعها على الموظفين. حلو. طب ما هي اوريدي لما كانت ارباح مفروض عليها ضريبه، لما وزعها على الموظفين هيبقى عليها ضريبه تاني؟ لا. فجه قال ايه؟ الاماونت ريسيفد باي انكريز از ا برسنتج اوف بروفيت ان ريتيرن فور الورك ار نوت سبجكت تو تاكس. يبقى الشير ان بروفيت اند كوست وحصه الموظفين والعاملين ما ايه غير خاضعه للضريبه. ال special increment وال social increment، أي حد أي موظف بيبقى فيه طبقا للقانون زيادة دورية بيسموها علاوة، تمام، علاوة خاصة وعلاوة اجتماعية نتيجة زيادة الأسعار والتضخم والكلام ده كله. فالقانون سمح إن يبقى فيه أو يبقى نص على الزيادة، صح الكلام؟ الزيادة دي غير خاضعة للضريبة. 5% اللي أنا مثلا بزيدها كل سنة و3% أو 7% وتذر دي غير خاضعة للضريبة، اتفقنا؟ طبقا للقانون. طب طالما غير خاضعة للضريبة يعني مش هندخلها في الإيرادات؟ لا، احنا قلنا احنا بنحسب الضريبة كتوتل، بنحسب الضريبة كتوتل وبعدين بنعمل منها ماينس الاكزامشن او الديدكشن او الاكسبنسز هنسميها زي ما نسميها للحاجات اللي مش المفروض تبقى خاضعة للضريبة. بس يعني ده غير التاكس اون نون كوميرشال. التاكس اون نون كوميرشال كنا بنضيف بس الايرادات الخاضعة للضريبة، هنا لا، احنا بنضيف كل الايرادات وبعدين نبتدي نعمل ماينس لايه. تمام، نعمل ماينس للايه، حاجات الغير خاضعة للضريبة، لان الموظف ما عندوش اكسبنسز، خلي بالكوا يعني فاهم. فانت بتيجي تعمل ماينس للديدكشن اللي نص عليها القانون، قال القانون قال ان دي ديدكشن او اكزامشن، لان انا موظف ما انا ما عنديش اكسبنسز، اكسبنسز دي خاصه بيا بقى، حاجات خاصه، احنا ما لناش دعوه بالحاجات الخاصه دي، هسافر بقى والبس واكل واشرب بقى، دي مش قصتنا خالص. طيب يبقى قولوا لي يا شباب الـ Untaxable Cash Benefit، هي Cash Benefit برضه بس not subject to tax. الـ Allowance، أنهي Allowance؟ عشان في اتنين Allowance، في Allowance subject to tax لو هيستفيد بيه الموظف زي الـ Work Nature Allowance، وفي Allowance not subject to tax لو هيتصرف زي الـ Travel والـ Food والـ Clothes. الـ Share in Profit not subject to tax، الـ Special Increment والـ Special Increment. تالت نوع من الإيرادات بالنسبة للـ Tax on Salary هو الـ In-Kind Benefit. ايه الان كايند بنفيت؟ ان كايند بنفيت مين اول السيرفيس ريندرد باي ذا انتربرايز تو ذير امبلويز فري اوف تشارجز. يعني ايه المزايا العينيه؟ يعني هم مش هيدوني فلوس اجيب بيها الحاجه، لا، هم هيدوني الحاجه نفسها، وسيله المواصلات هيدوهاني، اللبس هيدوهوني، السكن هيدوهوني، صح كده؟ يبقى دي اسمها ايه؟ مزايا عينيه، ان كايند بنفيت، ان كايند ايه؟ بنفيت. تمام. طيب بصوا بقى يا شباب، لما هاجي اتكلم على ال in kind benefit يبقى هنتكلم على، احنا قلنا مصادر الدخل بالنسبه للموظف ايه، تعالوا نراجعهم. ايوه، نمبر 1 salaries and the like، نمبر 2 ايوه cash benefit، تمام، وكده فلوس، صح. نمبر 3 الايه، الان كايند بنفيت اللي هي المزايا العينيه. طيب بصوا بقى يا شباب، لما هاجي دلوقتي اتكلم على الان كايند بنفيت، فالان كايند بنفيت هي كل اللي هيحصل عليه الموظف من الشركة free of charge. طيب زي ايه؟ خلينا دلوقتي ايه، هي خاضعة للضريبة ولا لأ؟ زي rent of three flat، أجروا لي شقة given by the company the annual rental value will be subject to tax. بصوا هي خاضعة للضريبة ولا لأ؟ هنشوف. احنا بنتكلم على ايه، هي أجروا لي شقة، اوكي، الايجار بتاع الشقه 500
جنيه في الشهر في السنة 6000، يبقى كأنهم ادوني 6000، يبقى 6000 subject to tax. طب لو الموظف بيدفع من ال 6000 دي 50، لا يبقى اللي subject للتاكس 5400 بس، صح؟ طيب احنا بنتكلم امتى تبقى subject؟ لو متقدمة من الخدمة للموظف free of charge، تذاكر طيران مجانا، الرنت الفاليو بتاعتها، الموبايل اكسبنس. طيب بصوا، احنا اتفقنا ان الموبايل اكسبنس نسبة البيرسونال اكسبنس قد ايه؟ انا قلت لكم هتسيرش عليها عشان ندور ونتفق. هنا انا عامل البيرسونال اكسبنس 80% و20%، تمام؟ طيب لو الشركة هي اللي بتدفع لي الفاتورة، فالقانون قال ان تلتين للشغل وتلت للشخص بيرسونال. انت هنا بقى البيرسونال انت استفدت بايه؟ يبقى انت استفدت بالايه؟ بالتلت، اللي هو هنا مثلا 20% لو انا مغيرتهاش. يبقى 20% يعني لو انا الفاتورة بتاعتي 10,000 جنيه، 20% منها 2000 جنيه استفادة شخصية خاضعة للضريبة. طيب ايه تاني؟ الكار جيفن باي ده مثلا، ده الايه الموظف، سواء بقى اوند او رنتد، الكار اكسبنسز حضرتك مالها 100 جنيه في الشهر، في 12,200، 20% منها هي اللي خاضعه للضريبه. احنا هنا عملنا 20% و80%. طيب اللون، لو الشركه ادتني القرض فري انتري 7% من القرض ده، والبي ادد كان ايه، في قرض without interest بتديه بعض الشركات للموظفين كنوع من التشجيع، تمام. طيب لو انا اخدت القرض ده interest في يعني free interest من غير فوائد، القانون هيقول لي لا، انت استفدت ان انت كان المفروض تدفع فايدة بس انت ما دفعتهاش. طب كام هي الفايدة؟ 7%، ده اللي القانون حدد. طب لو الشركة ادتني قرض ب 9% 10%، خلاص مش انا ما استفدتش بحاجة. طب لو الشركة ادتني قرض ب 2% يبقى انا استفدت ب 5%. طب لو الشركة ادتني قرض ب 5% يبقى انا استفدت ب 2%. المهم ان القانون قال ان الاستفادة دي هي دي اللي subject to tax. فلما الشركة تديني، خلي بالكم على الحاجات دي multiple choice وكده، لما الشركة تديني القرض free of charge يبقى ده معناه ان القانون حدد طبعا 7% دي نص عليها القانون. لو الشركة ادتني اسهم نفس الكلام، الماركت فاليو بتاع الاسهم دي subject to tax. الثلاث مصادر بقى بتوع الدخل او الايرادات اللي احنا اخدناهم دول هنقسمهم لحاجتين. خلي بالكم انا يعني انا هخلص ان شاء الله النهارده الريفينيوز والديدكشن كاملين علشان اخلي المحاضرتين اللي جايين حل بس، يعني خلينا نخلص كمان من الاكزامبشنز عشان حضرتك تبقى عندك الصوره كامله. يبقى انا هقسم السالري بقى لثلاث مصادر، يبقى تاني هنقسم السالريز اللي احنا شفناها دي لثلاث مصادر نراجعهم مع بعض. احنا in kind benefit انت فهمت هي ايه؟ هي ال services rendered by the enterprise to employees free of charge، لازم تكون free of charge، لو الموظف اتحمل منها جزء ما بقتش ايه؟ subject to tax، وهنشوف دلوقتي. طيب تعالوا نريفيو كده ال sources بتاعت ال revenue هي ايه؟ salary and the like، cash benefit، in kind benefit. وقسمنا الثلاث مصادر وعرفت منهم ايه اللي ايه؟ تاكسل ايه الانتاكسل. لازم تذاكر السلايدز دي كويس جدا 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 جدا، لان بدونها مش هنعرف نحل. طيب هنقسم بقى كل الانواع الريفنيوز اللي احنا اتكلمنا عنها دي لحاجتين لاي موظف، لبيزك سالري وفاريبل سالري. بيزك سالري ده بيبقى المرتب الاساسي وبيبقى رقم صغير، بيبقى مربوط عليه البريودكال ريز، الزياده الدوريه دي تعتبر من ضمن جزء من البيزك سالري، والسبيشال انكريمنت اللي هي العلاوه الخاصه. ايه في دول سبجكت تو تاكس؟ كل ده سبجكت تو تاكس ما عدا قلنا ايه؟ ايوه السبيشال انكريمنت والسبيشال انكريمنت. طيب
اي حاجة تانية بياخدها الموظف ايا كانت تعتبر ايه؟ variable salary. variable salary زي السوشيال انكريمنت، سبيشال انكريمنت، في اتنين سبيشال انكريمنت، جزء بيتضاف على المرتب الاساسي وجزء بيتضاف على المرتب المتغير علشان تعلي معاك التوتال سالاري اللي هتحصل عليه، والاتنين نوت سبجكت تو تاكس. كوميشن اند بونس، ريبريزنتيشن الاونس، ريبريزنتيشن الاونس سبجكت للتاكس، نوت سبجكت للتاكس لو انت في القطاع الخاص الحكومي، subject to tax لو انت في القطاع الخاص. work nature allowance, incentive, special raise or grants, overtime, profit share, encouragement reward, allowance necessary for work زي transportation, clothing and housing زي ال in kind benefits اللي احنا اتكلمنا عنها. ايه دول subject to tax وايه دول not subject to tax؟ not subject subject to tax. representation allowance subject to tax لو انا قطاع خاص، ده لو انا قطاع عام شغال في حكومه يبقى اي مكافئات حضور او بدلات تبقى غير خاضعه للضريبه. work nature allowance subject للتاكس، incentive and bonus والسبيشال ريت subject للتاكس، اوفر تايم subject للتاكس، والبروفيت شير نوت subject للتاكس. طب الكلام ده انا عرفته منين؟ ارجع للسلايد الذاكره هتلاقي الكلام ده. encouragement reward subject للتاكس، allowance necessary for work not subject للتاكس، in kind benefit ممكن تبقى subject وممكن تبقى on subject. امتى الان كايند بنفيت هتبقى سبجكت؟ لو جرانتد للموظف فري اوف تشارج وخدها بصفه انديفيديوال، انما لو بصوره جماعيه يعني مثلا الشركه عامله مطعم في الشركه، لا خلاص طالما الان كايند بنفيت اتقدمت بصوره جماعيه يبقى غير خاضعه للضريبه. جابت اتوبيسات لنقل الموظفين، لا غير خاضعه للضريبه. جابت سكن للموظفين، طالما الان كايند بنفيت دي اللي احنا قلناها قبل كده بقت بصوره جماعيه يبقى غير خاضعه للضريبه، لو بصوره شخصيه يبقى خاضعه للضريبه. بعد ما خلصنا الايرادات تعال نشوف ايه الحاجات اللي هنعمل لها ديدكشن من الايرادات دي. اول حاجه الكولكتيف فرنش بنفيت، المزايا العينيه لو بصوره جماعيه اللي احنا لسه شارحينها زي الميل، الترانسبورتيشن، ميديكال كير، هاوسنج اند سو اون، لو بصوره كولكتيف. قلنا البروفيت شير، قلنا البروفيت شير طبقا للقانون غير خاضع للايه؟ للضريبه. السام ريسيفد فور فورين دبلوماتيك كونسوليت ممبر اند انترناشونال اورجنايزيشن، الاماونت اللي بيحصل عليها الفورين دبلوماتيك الدبلوماسيين والاعضاء الكونسوليت اللي هي اعضاء السفارات اند سو اون، دي غير خاضعه للضريبه. الستام تاكس كل ده اكزامشن. السبيشال انكريمنت والسوشيال انكريمنت اسمها انكريمنت او ريز، وقلنا الاثنين دول السبيشال في منها بتضاف على الاساسي وفي منها بيتضاف على المتغير، والاثنين معفيين من الضريبه. تمام. طيب يبقى احنا ايه اتكلمنا في ايه؟ ان احنا بنمسك كل الايرادات وبعدين نشوف ايه الحاجات اللي هنعملها اكزامشن. ليه ما يسمهاش اكسبنس؟ لان الموظف مش بيصرف اكسبنس يا شباب، صح؟ بيصرف ايه؟ عندي اكزامشن طبقا للقانون. طيب الكولكتيف فرنج بنفيت، الشيرنج بروفيت، السام ريسيف باي فورن دبلوماتيك، الستام تاكس، السبيشال انكريمنت اند سوشيال انكريمنت، الالاونس. اني نوع من الالاونس؟ الورك نيتشر؟ لا مش الورك نيتشر. امال اني نوع الالاونس؟ باي تو امبلويز اللي هو النيسيسري فور ذم تو بيرفورم ذير ورك بروبرلي، زي ايه؟ ايوه زي الترانسبورتيشن والترافل والفود ايه؟ الاونس. طيب ريبريزنتيشن الاونس اللي هي مكافئات اللي ايه بدل حضور، قلنا ايه الاجتماعات اند سو اون، قلنا بتتخصم بس لو في بابليك سيكتور جفرمنت سيكتور بس. البنشن اند ليفنج سيرفيس ريورد قلنا دول ايه؟ نوت ايه؟ تو ايتمز مش تايمز، نوت ايدد للرب. الاونس فور ذا يونيفرستي فايس دين، مش لين دين اند تيتشنج ستاف،
البنسن البيرسونال اكزامشن، هو البيرسونال اكزامشن مش 4000، احنا هنعدله هنخليه 7000، ده الاعفاء، لان احنا قلنا الضريبه دي مالها؟ شخصيه. شخصيه، بص بقى، في حاجه اسمها سوشيال انشورنس سبسكريبشن، اللي هو التأمين، الاشتراكات التأمين الاجتماعي، دي بتتحسب بحسبة كده 14% من البيزك سالري و11% من الفاريبل سالري، تمام؟ وهنا بنختار رقم معين، دي احنا هنجيبها جاهزة علشان بس اللخبطة دي ما تلخبطناش. أي موظف بيدفع اشتراك للتأمين الاجتماعي هيتعفي، هيعتبر ايه؟ هيعتبر allowable expense، مسموح ان هو يدخل، تمام؟ مش هنقعد ندخل ايه نفسنا في المتاهة بتاعة الحساب بتاعها، تبقى عارف بس ان هي two items، 14% من basic salary و11% من variable salary. طيب ال special insurance fund and life and medical insurance، لو تفتكروا الماكسيمم ليميت بتاعها كان 3000 في الضريبة التاكس اون نون كوميرشال، وان هي تبقى ما تخصمتش من اي نوع تاني من الضرائب. بافتراض ان انا بس موظف ما عنديش غير ده، يبقى حضرتك هتقارن السبيشال انشورنس فاند اند لايف انشورنس ب 15% من يور نت ريفينيو او 3000، وتشوز الهاير، يعني بختار الاعلى يعني، تمام؟ ده then compare with the actually paid، وبعدين اختار اللي اتدفع وال اللي احنا اخترناه من دول، واختار الاقل. مش فاهم حاجه يعني، ادي لك مثال. بص يا سيدي، لو قلنا ان انا ماي نت ريفينيو كان 50000، يبقى انا هقارن حاجتين، 15% من النت ريفينيو هيطلع كام يا شباب؟ 7500، ولا 3000؟ شوز ذا ايه؟ الهاير، يبقى انا هختار 7500. بعدين 7500 ولا الاكتشولي بايد مثلا 2500؟ ده الاكتشولي بايد، واختار الاقل، تمام؟ وشرط ان الضريبه دي ما تكونش اتخصمت، او سوري، اللايف اند ميديكال انشورنس ما يكونش اتخصم من اي نوع تاني من الضرايب. يبقى التاكس اكزامشن، كولكتيف بنفيت، شير اوف وركرز ان بروفيت، السم ريسيف باي فورين ديبلوماتيك، الستام تاكس، سبيشال انكريمنت، سوشيال انكريمنت، الاونس بايد تو الامبلويز نيسيسري تو بيرفورم ذير ورك بروبرلي، ريبريزنتيشن الاونس، بنشن اند ليفنج سيرفيس and so on. والبيرسونال اكزامشن دي هنعدلها، مش 4000 دي 7000. والسوشيال انشورنس سبسكريبشن ويل بي جيفن، والسبيشال انشورنس فوند اند لايف اند ميديكال انشورنس، تمام؟ هتعملوا ايه بقى؟ هتذاكروا الكلام ده كويس قوي، والمحاضره اللي جايه ان شاء الله هحل معاكم، والمحاضره اللي جايه انا عارف هنزلها لكم برده طبعا، زي ما اتفقنا ان كل المحاضرات سواء في الجامعه او في اونلاين هتبقى نازله لكم كامله، هحل معاكم، ومش هنزلها متاخر عشان الناس اللي عايزه تقفل الشابتر ده اول باول وتخلص من مذاكره الماده دي، تمام؟ ودكتور محمد شعبان ان شاء الله هيحل معاكم في السكشن مسائل عن النون كوميرشال لحد ما احنا نخلص التاكس اون سالري، وبعدين ان شاء الله الاسبوع الجاي يبدا يحل معاكم تاكس اون سالري، بحيث ان احنا نقفل المنهج بتاعنا ان شاء الله. اشوفكم على خير وربنا معاكم.